اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة الدكتورة فيكتوريا كودز نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش حوار المنامة في دورته 15. وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية عمق العلاقات الصداقة التاريخية والوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تحرزه من تقدم متواصل على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، وما تتسم به من تنسيق متبادل ومتواصل حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، معربا معاليه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على التعاون مع حلفائها لأجل وضع حلول دائمة لمشكلات وتحديات المنطقة وبما يحقق مصالح دولها وشعوبها. من جانبها أشارت سعادة الدكتورة فيكتوريا كوتس بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين وما تشهده من تعاون مثمر في المجالات كافة، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.